أخبار اليوم. وصلنا للسؤال الرابع والأخير، هتختم بيه الامتحان وإن شاء الله يكون ختامه مسك بإذن الله. بردك زي ما تعودنا السؤال عليه 15 درجة، متقسم لألف وب، هنا في ألف وب وجيم ودال. سؤال هنا كتب إجابة السؤال الرابع أولا ألف. بردك عبارة يعتمد الاقتصاد المصري على تنوع موارده الزراعية والمعدنية والصناعية. في ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي. واحد، قارن بين الظروف الملائمة لزراعة كل من محصول القمح والقطن. دايما لما يكون في مقارنة يفضل الجدول، بس هنا الجدول ده مفيش وجه مقارنة، هو بس قمح في ناحية وقطن في ناحية تانية، هو عايز حاجة واحدة بس، الظروف الملائمة. نبدأ القمح. الظروف الملائمة للقمح هو طبعا غلة شتوية، يحتاج حرارة معتدلة بس مع ارتفاع بسيط قبل جني المحصول، أو دفء فيه الحرارة قبل جني المحصول عشان نضج السنابل، ويحتاج تربة خصبة جيدة الصرف، تنفعش الرملية ولا الملحية، ويفضل توافر ماء ري منتظم. وطبعا احنا في مصر هنا بنزرع على نهر النيل معظم مساحة، لكن ممكن نزرع على الأمطار في شمال سيناء أو في ساحل مريوط. أما محصول القطن هو محصول صيفي، يحتاج لحرارة عالية وتربة خصبة جيدة الصرف ورطوبة، وعايز رطوبة بقى في الهواء وفي التربة، والألياف بتاعته ناعمة، الرطوبة اللي هي بخار المية اللي في الهواء أو في التربة بيخلي نوع القطن في مصر أجود أنواع، قطن طويل التيل. ويحتاج ضوء شمس أو اللي هو السماء صافية ما يكونش فيه سحاب لتفتح اللوزة بتاعت القطن، وطبعا دي موجودة في معظم مصر فصل الصيف، لكن أجود الأنواع بتزرع في وسط وجنوب الدلتا ومصر الوسطى اللي فيها كل الظروف الطبيعية المطلوبة للقطن. يبقى هنا وانت بتقارن حسيت ان في عكس، ده شتاء ده صيف، ده حرارة اقل ده حرارة اعلى، فيبقى فيه اختلاف. ما اهم اهداف التنمية الصناعية في مصر؟ مصر كان معظم اعتمادها على الزراعة، ولكن اصبحنا حاليا في عصر التقدم الصناعي، فلا بد ان تقوم مصر بزيادة الانتاج الزراعي عن طريق خط التنمية. ده هنا ممكن تتكلم بمزاجك انت، مفيش مشكلة، لان دي ممكن يكون معلومات عامة. اهم اهداف التنمية الصناعية في مصر: توفير احتياجات السكان من الملابس والاجهزة والمعدات المطلوبة، ده مطلب مهم جدا، زيادة الدخل القومي لمصر، توفير فرص العمل، زيادة الصادرات، تقليل الواردات. ما كل ده هدف للتنمية، لو عملت تنمية هحقق فيها هذه الأمور اللي بتعمل على بعد كده على رفع مستوى المعيشة في مصر وتقدم مصر. الصناعة هي أساس التقدم في الوقت الحاضر، وأكثر دول العالم تقدما التي بها تنمية صناعية زي اليابان، وطبعا الصين دلوقتي بقت دولة صناعية، وأوروبا كلها وأمريكا طبعا. تعد سيناء مصدرا هاما للثروة المعدنية، أي صحة هذه العبارة؟ أكيد طبعا عبارة صحيحة، سيناء جزء هام جدا من مصر وبها ثروة معدنية متنوعة، فهي أكبر مكان في مصر لإنتاج المنجنيز من منطقة أم بجمة، وبها إنتاج فحم من جبل مغارة، وبها حقول بترول مثل سدر بالسين طبعا، عسل، أبورديس، بلعيم، كما أنه يوجد حديد بجوار المنجنيز أو مع المنجنيز، ويمكن البحث عن معادن أخرى في سيناء، فهي منطقة هامة جدا ثروة معدنية داخل مصر. طبعا بمناسبة مشهورة أو سيناء بالرمال اللي بيصنع بها الزجاج، والرمال أيضا استهلاكها أو إنتاجها جزء من الثروة المعدنية. يبقى ده ألف السؤال الرابع. اكتب ثانيا ب اللي هو السؤال الرابع طبعا، ماذا يحدث إذا ده عكس اللي انت خدته بقى، النتائج دي حاجة حصلت، لا ده بيحاول يخليك تفكر، طب لو ما كانتش موجودة إلا يحصل، تستنتج بقى. لم تنشأ مقاييس على النيل. على فكرة من أيام يمكن بردك الفراعنة هم بيهتموا بنهر النيل عن طريق إنشاء المقاييس،
وفي مقاييس عديدة جدا على النيل في أكثر من مكان، كان أكثر من 90 مقياس مشهور جدا جدا. إذا لم تنشأ مقاييس على النيل لن نتعرف على تصريف الماء داخل النيل، ولا منسوب الماء داخل النيل، منسوب اللي هو ارتفاعه، ولا الإيراد المائي للنيل. يبقى كده مشكلة عندي بقى، مش عارف كمية المية، مش عارف ازاي استخدمها، مش عارف أوفر احتياجاتي. ممكن يحصل فيضان ويغرق أرض زراعية إذا ارتفع منسوب، ممكن يحصل جفاف وينخفض المياه. فأنا المقاييس مهمة جدا لمعرفة كل شيء عن ماء النيل، إيراد النهر، منسوب النهر، تصريف النهر. فطبعا عكسها لو ما حصلتش ألغي كل الحاجات دي. ظلت حواف الهضاب مقتربة من النيل شمال القاهرة. تخيل انت فعلا احنا عندنا هضاب زي الحائط كده جنب النيل، لو استمرت حد يعني شمال القاهرة، طب ايه اللي موجود شمال القاهرة؟ الدلتا. يبقى لن تتكون الدلتا في موقعها الحالي، حيث ان هذه الهضاب تمنع اتساع المجرى وتمنع تفرع النيل الى دمياط ورشيد، ويستمر النهر فرع واحد حتى البحر المتوسط. وطبعا دي هتبقى مشكله كبيره قوي بقى، ما بقاش عندنا دلتا خالص. يبقى هنا انا خدت من اسباب تكون الدلتا تباعد حواف الهضاب، لو فضلت مقتربه مع بعضيها البعض يبقى عدم تكون الدلتا. سؤال تاني مهم جدا، ما العلاقه بين علاقه، يعني ممكن يكون في ارتباط ايجابي وممكن يكون في ارتباط سلبي، او يكون في ترابط بينهم، يعني ده سبب ده. فاحنا بنفكر في المعلومه كده، ما العلاقه بين زراعه الارز والثروه السمكيه؟ هناك علاقه قويه جدا، حيث ان مصر تستغل مساحات الاراضي المزروعه ارز في تحويلها الى مزارع سمكيه، فترتب على ذلك زيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية، وتساهم المزارع السمكية بحوالي 14% من الثروة السمكية في مصر، وكلها أو معظمها بيستفيد من مساحات الأرز. السوق صناعة مواد البناء، هناك ارتباط واضح جدا ما بين عامل السوق ومواد البناء، لأن مواد البناء تتميز بأنها ثقيلة الوزن، كبيرة الحجم، مرتفعة في تكاليف نقلها، فترتب على ذلك أن جميع مصانع مواد البناء توجد داخل الأسواق، أي داخل المدن الكبرى، لصعوبة نقل مواد البناء، يعني مثلا زي الطوب برضك، زي الأسمنت وهكذا. يبقى في علاقة إيجابية بين الاثنين دول. وبمناسبة هنا ده هنا هو 6 درجات، هنا 14، وهنا هو في هنا هو ده 5 و4 9 و4 13 و2 15. يعني طبعا تقسيم الدرجات مش هتفرق معاك، بس يعني يبقى في توازن ما بين المعلومه وبين الاجابه. اخر سؤال، ده هديه بقى من اللي يحط الامتحان، لو جه حاجه زي كده الكل يفرح بيه. اقترح حلولا، ده انت حر بقى، ادام حلك منطقي يبقى صح، مفيش اجابه نموذجيه لهذا الجزء. حتى لو لقيت اجابه موجوده في صحيفه الاخبار اليوم، ده مثال اللي ممكن تكتب زيه، انما انت براحتك خالص. اقترح حلولا لعلاج مشكلات الاتيه: تناقص ايرادات السياحه في مصر. انا عندي مشكله ان فعلا السياحه مضروبه اليومين دول، طب ازاي بقى ازود الايرادات؟ افكر انشاء الفنادق الجديده، صيانه المناطق الاثريه، توفير طرق المواصلات للمناطق السياحية، تنويع السياحة، يبقى في صناعة طبية، يبقى في صناعة مؤتمرات، وفي صناعة مثلا الغوص أزودهم طبعا. ممكن الدعاية والإعلام للسياحة، ممكن تشجيع سياحة السفاري اللي هي طبعا موجودة عندنا في مصر، السياحة الدينية، كلها ممكن تزود إيرادات السياحة في مصر. وأي إجابة منطقية. اقترح حلول لعجز الميزان التجاري في مصر. طبعا عجز الميزان التجاري معناها زياده الواردات ونقص الصادرات، يبقى علاجها اللي هي اعمل على خفض الواردات، ترشيد الاستهلاك، زياده الصادرات، الدخول في الصناعه، عقد اتفاقيات مع الدول الاخرى، كل ذلك ممكن يؤدي لزياده الصادرات وعلاج عجز الميزان التجاري.
لو جاوبت الأسئلة دي كلها يبقى إن شاء الله تاخد درجة كاملة 60 من 60 وتبقى من الأول على الجمهورية إن شاء الله، وربنا يوفقكم وكل سنة طيبين، وانتهت الأسئلة والامتحان.